هل تعلم ان لو عندك ارخص طبع كانون انكجت او ارخص طبع كانون سائله فانك تقدر تطبع بيها صور فائقه الجوده او صور عاليه الجوده مهما كان سعر الطبعه دي؟ كل ده هنعرفه مع بعض النهارده بس بعد فاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم اخواني عاملين ايه، اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده مشتركين كتير كلموني عنها، وهي عن ازاي نعلي مستوى جوده الطباعه في جميع طابعات كانون البيكسيما. مع العلم ان عائله بيكسيما هي من احدى منتجات كانون في الطابعه، وهي معناها طابعات سائله او طابعات انكجت. وطابعات كانون بيكسيما مكونه من اربع انظمه، في نظام بيشتغل بخرطوشتين حبر، وفي نظام بيشتغل بخمس خرطوش حبر، وفي نظام بيشتغل بست خراطيش حبر، وفي نظام بيشتغل بالخزانات الخارجيه المعروفه بالحبر المستمر. وقبل ما نبدا حلقتنا لازم تعرف ان جوده الطباعه في جميع طابعات كانون بيكسيما مقسمه الى ثلاث اوضاع او ثلاث مستويات، واول وضع معانا وهو الوضع الافتراضي للطبعه او الوضع الاساسي، وده بيكون الوضع الاساسي او وضع الثابت بعد تثبيت تعريف الطباعه. وفي الوضع ده جوده الطباعه بيكون قياسيه اللي هي ستاندرد، اما نوع الورق اللي هو الورق العادي البلام بي. فانت لو حبيت تطبع صوره فوتوغرافيه على الوضع ده، او حبيت تطبع ورقه A4 على الوضع دوت، فهتلاحظ ان الورقه مطفيه او باهته، وممكن كمان يظهر معاك خطوط بعرض الورقه متكرره. طب دلوقتي الوضع ده مش مناسب ليا، عايز الصوره تبقى جودتها عاليه جدا وفي نفس الوقت الالوان زاهيه وواضحه، يبقى كده هننتقل للوضع الثاني من مستوى تعليه الجوده، وهنحول نوع الورق من بلان بيبر اللي هو الورق العادي الى ورق فوتو جلوسي بيبر، وهنسيب جوده الطباعه زي ما هي قياسيه اللي هي ستاندرد، مع العلم ان سرعه الطباعه هتبقى بطيئه شويه عن الوضع الاولاني. زي ما انتم شايفين الصوره اختلفت على الوضع الاولاني وبقت اوضح اكتر من الوضع الاولاني، بس لو دققت شويه هتلاقي زي خطوط بالعرض كده بسيطه جدا لا تذكر. طب افرض دلوقتي الخطوط البسيطه ديت عامله مشكله وعايز جوده اعلى من كده، ايه العمل؟ يبقى دلوقتي هننتقل للوضع الثالث وده الوضع الاخير، واننا نعلي جوده الطباعه من ستاندر الى هاي او من عاديه الى عاليه، مع العلم ان سرعه الطباعه في الوضع ده هتكون ابطا من الوضعين اللي قبلين، بس هتطلع افضل منهم. زي ما انتم ملاحظين ان الوضع الثالث طلع افضل من الوضع الاولاني ومن الوضع الثاني، بس هو قريبا جدا من الوضع الثاني. بس لو لاحظت شويه كمان هتلاقي ولا في خطوط والصوره زاهيه وعاليه الجوده. وطبعا بعد كل مستوى انت بتظبطه ما تنساش تعمل ابلاي ثم اوكي عشان تحفظ اعدادات المستوى. طب السؤال هنا، ليه لما غيرنا نوع الورق اللي هو من ورق عادي البلان بيبر الى ورق جلوسي فوتو بيبر وجوده الطباعه من قياسيه الى عاليه سرعه الطباعه بقت بطيئه؟ ايه السبب؟ السبب هو لما انت غيرت الاعدادات من ورق عادي اللي هو بلان بيبر الى فوتو جلوسي بيبر او جوده قياسيه الى جوده عاليه، كل اللي عملته الطبعه ان هي بدل ما تنزل طبقه واحده على الورقه بقت تنزل طبقتين، وده اللي خلى السرعه تتاخر وفي نفس الوقت خلت السرعه بطيئه. ده السبب اللي خلي الورقه تتاخر في الخروج عشان تطلع الوان واضحه وزاهيه. ودول كانوا ثلاث اوضاع لتعليه مستوى جوده الطباعه في جميع طابعات كانون بيكسيما. ملحوظه مهمه جدا، اللي هيطبع على صور فوتوغرافيه انصحه بالوضع الثالث، اما اللي هيطبع على ورق السكر اللي هو الورق اللي بيتحط على وش التورته او اللي بيتحط على الكيك فانا انصحه بالوضع الثالث، اما اللي هيطبع على ورق بلان بيبر اللي هو ورق المذكرات المدرسيه فانصحه ما يلعبش في الاعدادات ويسيبها زي ما هي. وده كان موضوع حلقه النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، اتمنى الموضوع يكون عجبكم، مستني اي استفسار لكم بخصوص طابعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون العربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.